كل واحد عايش في أوضة أو في بيت أو في شقة، أو بيجمعوا ظل حاجة حاسس بيها بالأمان، حاسس بيها بإحساس إن هو مطمن على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده. أكتر مشهد ممكن يستفز مشاعرك وانت ماشي في أي شارع إنك تشوف واحدة ست نايمة في الأرض، راجل عجوز أو كبير في السن نايم من غير غطا ومن غير أي حاجة تدل إن هو إنسان آدمي نايم على الأرض. لكن بقى الأصعب إنك تشوف عيلة كاملة، اب وثلاث اولاد قاعدين على صالون قديم زي ما انتوا شايفين في الصور اللي موجوده في البوست ده. عمره 55 سنه، اتعرض لظروف قاسيه جدا، زوجه ما وقفتش جنبه في محنته، ولاد خرجوا من تعليمهم بلا مستقبل، حياه مستنيه ان حد يديني بطانيه علشان اتغطى بيها، اني ببدل في اوقات النوم بتاعتي اللي هو راحه للابدان، انا ببدل مع اولادي علشان بنتي احافظ عليها لانها في سن مراهقه 13 سنه. الشارع واللي في الشارع اكيد احنا كلنا عارفين اللي هم بيتعرضوا ليه نفسيا، ومن مضايقات نفسيه تقدر تخلي الناس دي مش قادره تستمتع حتى باول معاني الحياه الادميه اللي هم يعيشوها. لو انتوا شايفين الفيديو ده يستحق ان هو احنا يستحق الراجل ده ان احنا نفرحه، الراجل اللي كرس حياته لاولاده وقاعد بس علشان ياخد باله منهم ويراعيهم ويحتويهم ويقدم لهم حب وحنان، أم غير مسؤولة حرمتهم منه، يستحق فعلا ان احنا نفرحه. انا برجوكم ان انتوا تشيروا الفيديو ده، جايز تكون الصور دي وقعت قدامي عن طريق الصدفة، ممكن اكون كنت سبب ان هي تتنشر، وبجد بشكر الناس المحترمة اللي شيروا البوست ده لانه حقيقي يستحق ان احنا المجتمع يقدم له حاجة، لان النماذج دي هي اللي تستحق فعلا انها تكون تعيش كويس وانها تكون معروفة وان الناس تفتخر بيها، ان زي ما في ستات بتشيل مسؤولية في رجالة كمان بتشيل مسؤولية، وده الاصل فيهم وده الاصل فينا. فاتمنى ان الفيديو ده او البوست ده تشيروه علشان نسيب الاقدار تلعب دورها ونشوف الراجل ده يا ترى هيلاقي حد فعلا يهيأ له حياة كريمة. السلام عليكم.